يحتفل السوريون مع أبطال الجيش العربي السوري بعيد الفطر السعيد، آملين أن يحمل الخير والسلام لسوريا، لأن العيد لهم وبهم يكون مباركا، ولأنه بتضحياتهم يصنع الفرح، فهم الأحق بالمعايدة. في هذا العيد المبارك هنأ أهالي جديدة عرطوز رجال الجيش العربي السوري شاكرين لهم تضحياتهم هذول حماة الديار وحامينا، حامين الوطن. جايين يعيدوا أولادهم، لأنه الحقيقة نحن حامينهم وهن حامينا بنفس الوقت هون بهالبلد هون. فأنا بشكرهم على هاللفت الكريمة هاي، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير. إن شاء الله السنة الجاي بنكون طهرنا البلد من كل رجس هالإرهابيين المسلحين والتكفيريين. وفي هذه المناسبة كرم محافظ القنيطرة عددا من ضباط وصف ضباط الجيش العربي السوري تعبيرا عن العرفان بالجميل لما يقدمونه في سبيل الوطن. سنكون حماة حقيقيين لسياج الوطن، سنكون بالمرصاد أمام العدو الصهيوني، سنكون في الموقع الذي نقدر من خلاله سحق المتآمرين مع هذا العدو. هذا التكريم رح يزيدنا قوة وثبات وصمود تجاه أعضاء الوطن. وفي السويداء زارت شخصيات وفعاليات من المحافظة عددا من جرح الجيش في مشفى الشهيد زيد الشريطي والذين استهدفوا في معارك الشرف دفاعا عن كرامة وطنهم. إن شاء الله تطلع سوريا بألف ألف خير، إن شاء الله انتصار سوريا هو عديتنا الأولى والأخيرة، والجيش العربي السوري إن شاء الله ما راح يقصر في دحر آخر خاين بهذا البلد. أما في الشهباء حلب فمعايدة الجيش كانت لجرحى في المشفى العسكري وقدمت لهم الهدايا الرمزية. إن شاء الله راجعين بقوة على أرض المعركة، والنصر هو حليفنا بإذن الله تعالى. كل عام وانت بخير، كل كين ولكل هالوطن وقائد الوطن. إن شاء الله راجعين على النصر بإذن الله، والنصر قريب إن شاء الله. بإذن الله أنا راح أشد على إجرائي وأرجع قاتل كل واحد إرهابي. ما راضي أطيب لأرجع على جبهتي وأساعد رفقاتي الأبطال، ونضل مستمرين وبإذن الله منتصرين. وفي حمص دارت فعاليات المحافظة حواجز الشرطة وحفظ النظام لمعايدتهم بعيد الفطر. أحب أعيد الشعب السوري، وأحب أعيد السيد الرئيس بشار الأسد، ونحب نأكد أنه إحنا عطول في على مدار 24 ساعة في خدمة المواطنين. كما زار عدد من شخصيات وفعاليات محافظة حماة جرح الجيش العربي السوري لتهنئتهم بالعيد. وفي إدلب وضعت أكاليل الورد على ضريح الجندي المجهول تقديرا لتضحيات بواسل الجيش. أما في اللاذقية فكان لجرح مشفى الشهيد زاهي أزرق العسكري نصيب بأن يشعروا بمرور العيد بالرغم من جراحهم. زيارات ومعايدات مهما كبر حجمها وعظم شأنها لن تضاهي ما قدمه وبذله رجال الجيش العربي السوري فداء لوطنهم.